إلى السودان الآن، إذ لم تتوقف المظاهرات الرافضة للانقلاب العسكري في شوارع العاصمة السودانية الخرطوم منذ نحو 6 أشهر. تظاهرات تتصدى لها قوات الأمن السودانية وتفرقها بالقوة في أغلب الأحيان. حقوقيون يتهمون الأمن السوداني باستخدام وسائل فض الشغب كالغاز المسيل للدموع، القنابل الصوتية بشكل قاتل، فضلا عن الإفراط في استخدام الرصاص الحي، ما أدى لسقوط عشرات القتلى وآلاف الجرحى. بي بي سي وثقت بعض هذه الحوادث من خلال لقاءات مع شهود عيان ومصابين وأسر القتلى، فضلا عن مقاطع فيديو ومعلومات مفتوحة المصدر. السلطات السودانية قالت إنها تحقق في هذه الوقائع، لكن لم تعلن أي نتائج حتى الآن. تقرير عبد الرحمن أبو طالب. طوالي نشل البندقية وضرب طوالي. تحمل مسؤولية ملاحقة هذه الأجهزة ومحاسبتها عن كل ما تفعل. في 25 من أكتوبر تشرين الأول 2021 نفذ الجيش السوداني انقلابا على الحكومة المدنية الانتقالية برئاسة عبد الله حمدوك. إعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد، حل مجلس السيادة الانتقالي، حل مجلس الوزراء. منذ ذلك الوقت لم تتوقف الجموع الغاضبة عن التظاهر في العاصمة الخرطوم، احتجاجات كانت لها القوات النظامية بالمرصاد. في الأشهر الستة التي عقبت الانقلاب سقط أكثر من 90 قتيلاً وجرح أكثر من 5000 متظاهر. وثقت بي بي سي استخدام القوات السودانية للعنف المميت بحق المتظاهرين، فضلاً عن تتبعهم للمستشفيات التي تستقبلهم. فماذا حدث للمتظاهرين؟ ومن هي القوات التي تستهدفهم؟ وهل جرت محاسبتها؟ وفقاً للجنة أطباء السودان المركزية المعارضة، سقط معظم القتلى بالرصاص الحي. هذا هو الشاب أحمد الأمين كنونة، بعد لحظات من إصابته حمله زملاؤه بحثاً عن مكان آمن لإنقاذه، لكنه توفي على الفور. تقول أسرته إن رأسه انفجر بطلقة من سلاح ثقيل يسمى الدوشكا، بينما كان يشارك في تظاهرة في الخرطوم. عاينت أمه جثمانه أكثر من مرة قبل أن تتعرف عليه من ملابسه. من شدة يعني الضربة الوش ده نسينا الوش، جه ده لقينا متربك كده، قال له هنا ده طلع التشكر، قال طلع فوق يعني الضرب هنا لما يفرطك براه ده الدشكة دي فرطك براه نهاية. مشينا فتش نمشي المستشفى ده ما في. في النهاية قلت للأمين الولد امبارح مرق القميص لبني والبنطلون الأسود ده، الولد الجبل ده زي أحمد. كيف تأكدتم أن أحمد أصيب برصاصة الدوشكا؟ لما الدكتور قال بالدوشكا ده الدوشكا حقه بالدوشكا ده منتهي. لم تحصل أسرة أحمد على تقرير الحالة الجنائية الذي يوثق سبب وفاة نجلها الأكبر، لكن بي بي سي حصلت على تقارير رسمية تثبت أن آخرين لقوا حتفهم بالرصاص الحي. تقول الأمم المتحدة إن استخدام الذخيرة الحية لا يسمح به إلا في حال وجود تهديد وشيك للحياة، كما يشترط قانون الإجراءات الجنائية السوداني موافقة النيابة على استخدام الرصاص الحي في فض المظاهرات كخيار أخير وبعد استخدام وسائل ردع أقل قوة. كاميرات متظاهرين وثقت عكس ذلك. في هذا الفيديو يظهر شبان احتموا بالكراتين من رصاص القوات الأمنية لكنها لم تحمهم. صوب عليهم هذا الجندي مباشرة، سقط منهم 2، توفي بعد دقائق.
انت لو من عايز تفض المواكب دي قبل اطلاق اي حاجه, قبل اي حاجه يكون في نداء يعني لتفريغ المظاهره, بعد النداء بيكون في وكيل النيابه هو اللي بيأمر بالفض بالطريقه السلميه. هم خالفوا القانون. خالفوا القانون في شنو؟ خالفوا القانون في العنف المفرط اول شيء, الاستخدام للسلاح الناري مباشره افقيا. تظهر هذه الصور أن القوات تستخدم أيضاً بنادق مخصصة لصيد الطيور تسمى الخرطوش في مواجهة المتظاهرين. تسببت هذه الأسلحة في سقوط قتلى وجرحى, بعضهم بإصابات خطيرة. هناك ظاهرة متزايدة فيما يتعلق بتزايد استخدام سلاح الخرطوش. هدفه الأساسي هو خلق حالة من الرعب أو الذعر, وفي نفس الوقت تحقيق أكبر ضرر جسدي وبشكل يمكن يكون فيه أقل تكلفة اقتصادية, زي ما بنعرف أنه التكلفة المستخدمة في الرصاص الحي أو البومبان ممكن تكون مكلفة أكثر من سلاح الخرطوش. أكثر من ربع الجرحى أصيبوا بشكل مباشر بعبوات الغاز المسيل للدموع, إما في الرأس أو العين أو باقي الجسم. عبد الله واحد منهم, كاد أن يفقد ذراعه بعبوة غاز أطلقت عليه من على بعد 3 أمتار. يقول إن شرطياً استوقفه وأطلق عليه عبوة من بندقيته. أنا لما اتلفت لقيت وراي طوالي على مسافة 3 أمتار بالضبط كده. أرفع يديك, رفعت يدي طوالي نشل البندقية وضرب طوالي الغزيفة في اليد اليسرى. يعني لحسن الحظ جاءت في اليد اليسرى, ما جاءت في الرأس, ما جاءت في القلب, ما جاءت في الودي, يعني من الأشياء الذي يعني يحمد عليها الله سبحانه وتعالى. يمكن معرفة الشخص الذي يعني قام بهذه العملية يعني بسهولة جدا, وأنا لو عرض عليه في طابور بعرفه. بعد كل مظاهرة يحصي المتظاهرون فوارغ الرصاص وقنابل الغاز التي أطلقت عليهم. هذه مثلاً عبوة غاز مسيل للدموع صنعت في شركة كوندور البرازيلية, وهذه قنابل صوتية مستوردة من نفس الشركة. وفقاً لتعليمات الشركة يجب أن تستخدم عبوات الغاز بواسطة بندقية على أن تطلق بشكل مائل ومن مسافة لا تقل عن 90 متراً. لكن السلطات السودانية تصوب عبواتها باتجاه المتظاهرين, كهذا الجندي الذي يطلق من على بعد 4 أمتار. مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان تصف هذه الطريقة بأنها انتهاك للمعايير الدولية. هذه العبوة اليدوية منتهية الصلاحية, لكنها تستخدم في السودان. وفقاً لمؤسسة أوميجا للأبحاث المتخصصة في تتبع تجارة واستخدام السلاح, ينبغي التخلص منها بأمان. هكذا يكون المشهد في مستشفى الخرطوم التعليمي بعد كل مظاهرة. لم يتصور الجرحى أن ملاذهم الآمن سيشكل خطراً على حياتهم. في 30 ديسمبر كانون الأول 2021 أطلقت القوات غازاً مسيلاً للدموع داخل المبنى. شهدت أسماء 4 حوادث اقتحام للمستشفى. يوم 30 ده بالذات إن إحنا عندنا 2 من الكوادر اللي كانت شغالة ممرض وممرضة, وصد بهم حالة الاختناق لدرجة إنه هم فقدوا أكسجين لدرجة إنه الممرضة دخلت في حالة بتاعة تشنجات. تفك البومبان 4 عبوات جوا المستشفى وتقفل علينا الباب, وهم واقفين كان يعني احنا شفنا الضحك, احنا بنشوفه انه هم بيضحكوا فينا, بيضحكوا في انه انتم مش قلتوا انتم دكاتره وحتعالجوهم, يلا عالجوهم. من الكثير من الحاجات اللي بنسمعها ان احنا بنضربهم, بنحاول ان احنا نخوفهم, انتم بتعالجوهم وبيرجعوا لنا شارع ثاني. يقع مستشفى الخرطوم التعليمي في خط سير المتظاهرين نحو القصر الجمهوري. ورغم ما تعرض له المصابون هناك فقد كانوا أوفر حظاً من آخرين. في فبراير شباط 2022 قتل المريض فيصل عبد الرحمن أثناء وقوفه في شرفة بمستشفى بحري التعليمي.
كان يتلقى العلاج هناك، وخرج لاستنشاق الهواء بعد أن امتلأت غرفته بسحب الغاز التي أطلقتها القوات السودانية قبل أن تستقر رصاصة حية في صدره، وفقاً لبيان مكتب الأطباء الموحد. حتى منتصف أبريل نيسان 2022 اقتحمت مستشفيات في السودان نحو 30 مرة وفقاً للجنة الأطباء المركزية. منظمة الصحة العالمية تصف الأمر بأنه انتهاك صارخ للقانون الإنساني الدولي. يظهر هذا الفيديو لحظات القبض على مصاب من داخل مستشفى الفيصل وسط الخرطوم على يد قوة مشتركة. الجميع في السودان يدينون هذه الحوادث، بمن فيهم قادة البلاد. طبعا كل استخدام العنف ضد المتظاهرين بشكل عام مخالف للقانون الدولي، مخالف حتى للقانون القانون السوداني. عشان كده نحن من وقت لآخر قاعدين بندين مسألة استخدام العنف المفرط ضد المتظاهرين، ونتأسف للقتل اللي بتحصل لشبابنا. في النهاية ديال السودانيين وديال السودانيين، والدم السوداني ده دم خالي. تظهر الفيديوهات التي رصدتها بي بي سي مشاركة مكثفة من قوات مكافحة الشغب في فض المظاهرات، قوات الاحتياطي المركزي في صدارة المشهد أيضاً. القوتان تتبعان لجهاز الشرطة. تستعين الشرطة أحياناً بالقوات المسلحة. في مارس آذار 2022 وقعت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على قوات الاحتياطي المركزي لدورها في فض المظاهرات. حاولنا الحصول على تعليق من الشرطة السودانية لكنها لم تستجب حتى الآن. المتظاهرون يتحدثون أيضا عن مشاركة لقوات الدعم السريع شبه الرسمية التي تعمل تحت إمرة الجيش بقيادة الرجل الثاني في السودان محمد حمدان دجلو المعروف بحمتي، نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي. يعتقد كثير ممن تحدثنا إليهم أن لقواته دورا في معظم أحداث العنف في السودان. قادة المجلس الانتقالي وعدوا بالتحقيق عدة مرات، تحقيقات لم تظهر نتائجها بعد. الشرطة الآن لديها مقبوضين من أفراد يتم التحري معهم، ومتى ما اكتمل التحري معهم ستعلن هذه النتائج للمواطنين. لكن أيضا الأجهزة الأمنية عليها مسؤولية وجود من يقوم بقتل المتظاهرين إذا كان منها أو إذا كان من أطراف أخرى. أنا قلت في السابق أنها مسؤولية تضامنية، أنا أتحمل مسؤولية ملاحقة هذه الأجهزة ومحاسبتها عن كل ما ترتكبه. لكن البعض يشكك في جدية هذه التحقيقات. ألا توجد أي أدلة أن هناك كان محاسبة فعالة أو أنه حتكون هناك محاسبة فعالة؟ فبالتالي Human Rights Watch أو غيرها من المنظمات رأيها الواضح أن التحقيق يفترض أن يكون تحقيق دولي مستقل وبمشاركة الضحايا وأسرهم من باب الشفافية. تعدد القوات بأي حال الأحوال برضو معناها تعدد القادة ومعناها تعدد الجهات الرسمية للتحقيق المفروض يشملها، فهو جزء واضح من 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 ممكن يكون جزء من الخطة الإعلامية في 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 تمويه الجهة المسؤولة عن الانتهاكات. رغم كل العنف الذي قوبل به المتظاهرون، لا يزال كثير منهم عازمين على مواصلة طريقهم طلباً لحكم مدني وأيضاً للعدالة لقتلاهم وجرحاهم. لا يعلمون إن كان أحد ما سينصفهم أم سيتفرق دمهم بين قوات يقولون إنهم يعلمونها جيداً، بينما تقول السلطات إنها ليست متأكدة بعد من هويتهم. شكرا جزيلا للزميل عبد الرحمن أبو طالب. هكذا بدلنا العالم هذا المساء، دمتم بخير، إلى اللقاء.